الفصل او المحاضرة التاسعة اللي هي قلنا اتفقنا فيها ان احنا هنتكلم على الاستشارة والوساطة والتحكيم والمساومة. اذكر حضراتكم ان احنا اتكلمنا في المحاضرة التاسعة على الاستشارة، واتكلمنا فيها على الوساطة والتحكيم والفروق بين المحكم والمستشار والوسيط، وختمنا المحاضرة التاسعة بدور المستشار ومهامه، اتكلمنا عن دور المستشار ومهامه الخمسة اللي احنا اتفقنا عليها. النهاردة هنكمل على هذا الأمر. هناخد الأول الوساطة. طبعا احنا المرة نهاية المحاضرة التاسعة اتكلمنا على الاستشارات ودور المستشار، هندخل على الوساطة الآن، ندخل ناخدها ببعض التفصيل شوية غير المحاضرة التاسعة. الوساطة مهمة جدا بين طرفي النزاع، خاصة إذا كانت الأمور متوترة. يعني عادة لما يبقى في خلاف بين شخصين والخلاف حاد جدا ومش عارفين يتصالحوا، عادة يلجأ إلى شخص وسيط بينهم يلين المسار اللي هو بينهم ويخفف من حدة التوتر، على أساس أن يصل إلى بعضهم البعض أو أن هم يقترب من بعضهم الإيه؟ البعض. الوسيط هي دي شغلته أو أهميته، مهم وضروري جدا في عملية التفاوض. وتتجلى أهميته إيه؟ في حالة تصاعد النزاع، لم يبقى النزاع يعني عنيف، أو العلاقات متوترة، أو أعقاب هزيمة. أنت بتحتاج إلى وسيط في أعقاب هزيمة، او في حالة تعادل الاعتمادية، ان انت مثلا ان انا يعني ما فيش واحد له يد اعلى من اليد الاخرى، انت بتعتمد عليا في حاجات وانا بعتمد عليك في حاجات، دي بنسميها حالة تعادل الاعتمادية. لو انت اللي بتعتمد عليا كتير وانا بعتمد عليك قليل، يبقى نقاط القوة تصب لصالحي عليك، ولو انا بعتمد عليك كتير وانت بتعتمد عليا قليل، يبقى النقاط يبقى هذه تصب في مصلحة القوة بتاعتك. لذلك احنا بنلجأ للوساطة ليه؟ لما يبقى متعادلين تقريبا في حالة التعادل. ما هو لو انا اقوى هحسم القضية لصالحي، لو انت اقوى تحسم القضية لصالحك، انما عشان لا انا اقوى ولا انت اقوى وفي حالة من التعادل في الاعتمادية فيما بيننا، فبنلجأ الى وسيط في هذه الايه الحالة. أهم ما يميز دور الوسيط كونه لا يفرض حلولا على الطرفين. أهم حاجة بتميز دور الوسيط إن هو لا يفرض الحلول، هو بيقرب وجهات النظر زي ما قلنا في المحاضرة السابقة، هو حلقة وصل بين الإيه؟ الطرفين. لا يفرض حلولا على الطرفين، ولا يمكنه إرغامهما بقبول حل ما. يعني أيضا الوسيط ليس من صلاحياته أقول لك خلاص انتهى، خد لا 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 هذه لك وهذه لا، لا. الوسيط هو فقط دور وسيط يقرب وجهات النظر بين الطرفين. لذلك لا يمكن إرغامهم بقبول حل ما، وهذا خلاف للمحكم. المحكم يحكم، تروح للقاضي، القاضي مش شغلته يقعد، القاضي هتحكي له وقائع يصدر حكم، سواء كان في صالحك ولا ضدك، كيفك، انما هو المحكم بيصدر. لكن الوسيط لا، مختلف. وإن كان يصعب الأحيان التفرقة بين الدورين، غير أنه ينصح عادة بعدم اللجوء للتحكيم إلا كمرحلة لاحقة للوساطة. مهمة جدا ديت. عادة احنا بنروح للتحكيم إمتى؟ لما تفشل الوساطة. خلينا ناخدها بالمثال البلدي كده، زوج وزوجة على خلاف فيما بينهم، والخلاف احتدم، اقترب من إن هو ممكن المشكلة تصل إلى حد الطلاق، فيدخل وسيط. الوسيط يبذل شوية جهد ويحاول يقرب، إن نجح عادوا لبعضهم البعض، طب وإن ما نجحش يروحوا للقاضي اللي هو المحكم، القاضي يفصل بينهما يحكم على طول، ما ياخدش ويدي بقى في الكلام، يحكوا له الوقائع على طول. إنما الوسيط، لذلك التحكيم هنا أو المحكم هنا أو القاضي هنا جاء في مرحلة تالية لعملية الإيه؟ الوساطة. طب إيه أدوار وخدمات الوسيط؟ إيه أدواره عادة؟ يقوم الوسطاء بأدوار متعددة تشمل الآتي. أدوار وخدمات الوسيط بيقوموا عادة بالأدوار التالية. إن هو بيسهل عملية التفاوض، يسهل عملية التفاوض. أنا بسمي دايما الوسيط هنا زي الزيت بين التروس،
احنا التروس اللي هي الحديد عشان ما تاكلش في بعضها البعض وكده، الماكينه تاكل بعضها بعضا، بنحط في بين التروس زيت. الزيت ده يسهل الحركه. الوسيط هو بيلعب دور الزيت ده، او اللي هو ان هو يسهل حركه التفاوض بين الايه، بين طرفي التفاوض. ايضا دور انه يسرع في اتمام الصفقه. الوسيط ده دور انه هو يقرب بين وجهات النظر، وبالتالي بدل ما هنقعد نتفاوض 3 4 ساعات او 3 4 ايام، دور الوسيط انه يسهل اتمام هذه الصفقه بتقريب وجهات النظر بطريقه سريعه. ايضا تضييق فجوه الخلاف بين الاطراف المتنازعه. شغلته كده، لو في وسطاء زي احنا ما بنشوف كده مثلا اصحاب الناس اللي هي المكاتب العقاريه بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ والبائع يقول انا عايز 1.5 مليون، المشتري يقول انا عايزه 1.2 مليون. شغلة الوسيط هنا او المكتب ايه؟ ال300 الفرق دي يقرب بينهم، يقول له طب خلي دي عليك، ده البيت ما يسوى، ويروح التاني يقول له ده البيت ده رائع وخلي دي عليك، وتمشي الحال كده. المهم يجيبهم لبعض، ممكن تلاقي اتفاقهم مثلا على 1.35 مليون، ده تنازل عن 150 وده تنازل عن 150، او 1.4 مليون، او 1.250 مليون، او 1.3 مليون، وهكذا. يبقى دور الوسيط هنا تضييق الفجوه بين الايه؟ الاطراف المتنازعه. ايضا اقتراح اساليب للتوصيل للاتفاق. ان هو ممكن يقترح اساليب للتوصل للاتفاق. يا جماعه اللي زيكم بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، طب ايش رايكم نعمل كذا؟ وبالتالي يبدا هو بيقترح اساليب جديده او اشكال جديده ل الحلول او التوصل للحلول. ايضا قد يساعد في تطبيق الاتفاق. يعني احيانا ممكن هو يكون احد اشياء شغله انه يساعد في تطبيق الاتفاق، يقول له طب خلاص انا بوصل كذا، طب انا بجيب العقود، طب انا بسوي كذا، طب خلي دي عليا، طب المهم يقدم بعض النقاط بين الطرفين حتى يساعد في تطبيق الاتفاق بينهما. يبقى دي دور الوسطاء عادة ما يشمل هذه النقاط اللي أنا بحكيها الآن. أيضا هم يؤدون خدمات متباينة، من أهمها إيه؟ من خدمات اللي بيأديها ده الدور. وإيه الخدمات؟ أول حاجة تقليل فرص الانفعال. أول ما يلاقوا طرف بدأ ينفعل على طرف آخر يبدأوا إيه؟ يهدوا الجو، يمتص هذه الغضبة على أساس أن إيه؟ الصفقة لا تنتهي أو ما تخلص. أيضا دوره أن هو يعمل تقويم علمي للأمور. انت طالب 1 مليون، يا سيدي والله انا في السوق بقالي 30 سنة ما يسوى 1 مليون. يبقى انا كده كوسيط بعمل ايه؟ بقوم تقويم علمي للايه؟ للامور. بقوم تقويم علمي للامور. انا بدوري ان انا بنصحه، يقول له يا اخي والله ما تسوى، او الشيء يسوى، او قيمته كذا، او قيمته غير كذا. كويس؟ فانا بشرح هذه الامور بحيث ان انا بشكل حيادي وتقويم جيد في هذا الايه؟ الامر. ايضا التحليل المجرد للحقائق دون تحيز. يعني ايه؟ يعني ايه تحليل مجرد للحقائق دون تحيز؟ كل اللي انا بعمله بقول يا جماعة الاتفاق بهذه الكيفية الصح فيه كذا والخطأ فيه كذا بما يرضي الله. يبقى انا هنا مش متحيز لطرف على طرف اخر، ولكن انا بشكل متجرد جدا والله بقول الساعه دي او البيت ده او المحل ده او التجاره دي او الصفقه دي تسوى كذا. بشكل متجرد. ممكن يعجب كلامي ده طرف ويغضب طرف اخر، او يعجبهم الاثنين او يغضبهم الاثنين، لكن انت بتقول رايك بشكل ايه؟ متجرد. دي خدمه بيقدمها الوسيط. ايضا تسهيل تقديم تنازلات. هو بيحاول، احنا قلنا التفاوض هو قبول التنازل، هو بيسهل مسألة قبول التنازل. يعني مثلا ممكن يقول له يا اخي لو انت تنازلت عن المية دي ممكن تحصل عنها عن طريق كذا، والتاني بيقول والله انت يا اخي لو كسبت المية دي او لو خسرت شوية من عندك ايضا ممكن تكسب كذا وكذا وكذا. فهو بيسهل عملية تقديم التنازلات بين الطرفين، خاصة تلاقيه بقى في الحالات دي يقول لك والله ما تسوى اكتر من كده، ده غيرك بيعه بطريق بسعر كذا. فلما انت تسمع الكلام ده بيسهل عليك التنازل، بدل ما كنت طالب رقم مرتفع اصبحت رقمك ايه؟ بتبدا تتنازل شويه، فهو بيسهل لك تقديم التنازل. ايضا
هو بيحفظ ما وجه الطرف التاني. يعني أنا مثلا كنت مصر على 1,000,000 في الصفقة، وقلت لن أبيع بأقل من 1,000,000، خلاص أنا أصريت وصار لنا فترة على هذا الأساس. شكلي إيه لو تنازلت عن 1,000,000؟ أكيد بيبقى شكلي مش لطيف. أما بيخش وسيط، مش أنا اللي بقدم بقى التنازل، لا هو بيروح أنا هضغط عليه، يقول له كده أنا هضغط عليه أنزل عن 1,000,000 شوية، وفي القعدة يقول إيه يا جماعة أنا ضغطت عليه، يبقى هو أنقذ ماء وجه الشخص اللي هو كان عايز 1,000,000 ولقى نفسه باع ب 900، ولما ما باعش ب 900 فترة طويلة بال1,000,000 فبقى عنده استعداد يبيع ب 900، لكن صعبان عليه نفسه أو هو خايف من إراقة ماء وجهه. فلكن الوسيط بهذه الحالة يحفظ ماء الوجه لكل طرف من الأطراف الأخرى. أيضا دور الوسيط أن يبقي حالة التفاوض قائمة، ما يخليهاش تنقطع، ودي مهمة، دور مهم جدا في الوسيط، ان هو يخلي دايما عند كلا الطرفين امل. الوسيط دايما بيخلي عند كلا الطرفين امل في انجاز الصفقة او في تحقيقها او ما شابه ذلك. الامل لا ينقطع بالنسبة له، وهو على فكرة الوسيط الناجح القادر على اداء هذه المهمة بطريقة جيدة. في بعض الناس غير صبورة، بعض الوسطاء غير صبور، ده يعتبر وسيط فاشل. من أهم مواصفات الوسيط إن هو صبور، ياخد ويدي في الكلام، صبور ياخد ويدي في الكلام مع الطرف الثاني بشكل جيد، وبالتالي يسمح بهذا الإيه الأمر، إن هو يسمح باستمرار التفاوض بين الطرفين. أيضا شروط نجاح الوساطة عمليا لها عدة شروط عشان الوساطة تبقى ناجحة. يعني ما هو كتير من الوسطاء بيخشوا بين أطراف ولا تنجح الوساطة. عشان تنجح نعمل إيه؟ يرتبط نجاح الوساطة عمليا بعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموقف التفاوضي وشخصية الوسيط. يعني عشان ينجح، يا ترى شخص الوسيط ده شكله إيه؟ ما هو في بعض الوسطاء لو ذكر اسمه أمامك ترفضه، لا تقبل أصلا بأن هو يتحدث، ترفض هذا الأمر. لكن انت احيانا بتلجأ لهذا الامر او ترفضه بناء على شخصية الشخص، واحيانا تقبل شخص عشان طبيعة الموقف التفاوضي ما ينفعهوش غير هذا الشخص وان كنت ضده. يبقى طبيعة الموقف التفاوضي او شخصية الوسيط ومدى مناسبة الاسلوب المستخدم في اقناع الاطراف الايه الاخرى. طبعا ضمن هذا الإطار يجب أن احنا نميز بين 3 متغيرات أساسية تتحكم في العلاقة بين الأفراد والمنظمة. 3 حاجات أساسية بين الأفراد وبين المنظمة تتحكم فيها. إيه هي؟ عفوا، التبعية، قوة التأثير، قوة العلاقة. التبعية يعني إيه؟ يعني الوسيط ده تابع لمين فيهم؟ لو طلع تابع لمين فيهم فقط الحيادية بقت مشكلة. التبعية أي تبعية طرف للوسيط نفسه أو للطرف الآخر، ويقصد بها طرف ما يراعي مدى إمكانية التأثير على الأطراف الأخرى إذا أراد تحقيق كل طرف. فالتبعية الوسيط ده تبع مين؟ أنت ممكن إذا أيقنت أنا كطرف إن الوسيط ده تبع ده لن أقبل من البداية. ومن الناحية العملية هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لا يجوز ان انا اقبل بيه، ما ينفعش ان انا اقبل بيه اصلا. ليه؟ لان الشخص ده هو اكيد منحاز متحيز، فقد ميزة ان هو وسيط نزيه غير منحاز. علما ان كلما كان الوسيط ذا شخصية مستقلة عن الاطراف موضوع النزاع كلما نجح في مهمته. انما يا ترى الى اي مدى انا مصنفه هو تبعي ولا تبعه ولا حاجة، دي نقطة تؤثر في دوره. نعم تؤثر في دوره، التبعية دي تؤثر في دور الوسيط. طيب مدى القوة والاعتمادية، يمكن تعريف الاعتمادية هنا على انها قدرة طرف ما في التأثير على نتائج الطرف الاخر. احنا قلنا قبل شوية ان مدى اعتمادي على اعتماد شركة على شركة اخرى تحدد مدى القوة النسبية بالنسبة لها. تخيلوا معي ان شركة بتعطي الشركة كل المواد الخام بتاعتها، وبعد شوية اختلفوا
ايه الموقف التفاوضي بالنسبة للشركتين؟ من الأقوى؟ الأقوى الشركة اللي بتديك المادة الخام، لأن أنا لو منعت المادة الخام مصنعك هيقف. هذه الصفة اللي أنا اكتسبتها من خلال إن أنا بديك المادة الخام بتاعتك أعطتني قوة عليك، اللي أقولك عليه تنفذه أو تتفاوض في حدود ضيقة، لأن يدك مصيرك في يدي، أو إنجاز شركتك كله في يدي. أنت لا تستطيع إن أنت إيه تتصرف تصرف غير جيد في هذا الأمر. إذا الاعتمادية هي اعتماد طرف على حساب طرف آخر. كلما سار اتجاه القوة في اتجاه تعادلي متوازن حيث يكون لكل طرف نفس التأثير على نتائج الطرف الآخر، كلما سهل استخدام أسلوب الوساطة. لو واحد طرف أقوى من الطرف الثاني هيحتاج وسيط ليه؟ لن يحتاج إلى وسيط. أنا لدي من القوة لحسم القضية لصالحي، وأنا لسه هاخد رأيك، اعمل كذا، هات كذا، ولدي من القوة ما أجبرك على تنفيذ هذا الإيه؟ هذا الرأي. إنما إمتى بروح للوسيط؟ لما تتعادل الاعتمادية، أنا بعتمد عليك في شغلات وأنت بتعتمد عليا في شغلات، لا أنا أقوى منك ولا أنت أقوى مني، وبالتالي محتاجين حد يساعدني أنا وأنت. ولو أحدنا لديه من القوة للحسم الحسم، لكن عشان مش موجود خلاص احنا هنروح لطرف ايه وسيط. يبقى اول حاجة تبعية الوسيط شكلها ايه؟ اتنين، الاعتمادية بين الطرفين ايضا تؤثر على العلاقة بين المنظمتين. الحاجة التالتة شدة العلاقة، ودي بتتوقف شدة العلاقة ومدى موثوقيتها بين طرفين على حجم التعامل او التبادل بينهما. العلاقة بتقوى امتى بين الأطراف؟ العلاقة تقوى بين الأطراف المختلفة لما بيكون بينهم شغل. يعني لو ما بيبقاش في بين طرفين شغل أصلا ممكن ما يعرفوش بعض. إنما امتى تنشأ العلاقة بين الأطراف؟ لما يبقى في تعامل، والعلاقة تزيد وتقوى لما يبقى التعامل أكبر. وكلما يكبر هذا التعامل العلاقة تتوطد وتزيد أكتر. يبقى شدة العلاقة يتحكم فيها ايه؟ حجم التعامل بين الأطراف. أيضا معدل التعامل أو التفاعل أو الاتصال بينهما، يعني تكرار هذا التعامل، هل هي كانت صفقة وخلاص؟ ولا العلاقة بيننا صفقات متتابعة وكتيرة بينا؟ دي مسألة مهمة. أيضا ارتباط لمصالح أو المصير عموما. عادة بعض الناس مصيره مرتبط بمصير شخص آخر، وكلما ارتبطت المصائر بعضهما البعض تكون العلاقة قوية، زي علاقة الابن بأبوه والبنت بأمها وأبوها، علاقة مصير بينهم. لذلك اللي يضر الأب يضر الابن والابنة، اللي يضر الابن والابنة يضر الأب والأم، وهكذا. ففي ارتباط مصالح فينا كذلك بين المنظمات. كل ما تبقى مصالح المنظمة بتاعتك تتقاطع مع المصالح المنظمة بتاعتك، يبقى مصيرك من مصيري وقوتك من قوتي وضعفك من ضعفي. ليه؟ لأن احنا في ارتباط بيننا في هذا الأمر. يبقى ثلاث قضايا بتأثر في العلاقة بين الفرد والمنظمة أو بين الأفراد والمنظمة، ومنهم الوسيط اللي هو بينهم: التبعية والاعتمادية، ثالث حاجة اللي هي شدة الإيه؟ العلاقة. ايه خصائص الوسيط الفعال؟ يعني امتى يبقى الوسيط ده فعال؟ ايه خصائصه؟ يرتبط نجاح الوسطاء في مهامهم بجملة خصائص. اهم حاجة احنا قلناها قبل شوية هي الصبر والمثابرة، لان انا بروح لده واقعد اكلمه، بروح لده وبقعد اكلمه، وده ممكن احيانا يتنرفز عليا وده يتنرفز عليا، واخد ودي مع ده واخد ودي مع ده. اذا لم اكن صبورا مثابرا لن احل في القضية اللي انا اتدخل فيها كوسيط. إن الوسيط دايما وجهه يكون غير معبر عن ردة فعل. أنا ممكن أروح لطرف ويقرأ من ملامح وجهي إن أنا قدمت له تنازل كبير جدا، هزعل، هيزعل أكيد، هيحس إن هو فرط في حقه. والعكس صحيح هناك، ينبغي إن يكون شكل الوسيط أو وجهه لا يعبر، لا يقرأ منه شيء. لو استطعنا أن نقرأ من وجهه شيئا هتبقى مشكلة. ليه؟ على طول هيصفوه ان هو وسيط غير نزيه، غير نزيه
وغير محايد، وان هو يحابي طرف على حساب طرف اخر. يبقى اذا لازم الوجه يكون غير معبر عن ردود فعل. الحكمة لازم يبقى حكمة ولبق في الكلام، يتحلى بقدر من الدهاء، لازم يبقى عنده قدر من الذكاء يقدر يتعامل بيه مع الناس، لان كل طرف بيبحث عن مصلحته، لازم هو يبقى ذكي عشان يقرب بين هذه الايه المصالح. طيبة النفس، لازم يبقى طيب محبوب. البرودة والتحفظ في المشاعر، لازم يبقى ما تسخنش، مش لما الطرف يشد على طرف آخر تنفعل، لا لازم تبقى بارد. البرودة والتحفظ في المشاعر، ما تطلعش مشاعرك كده قدام الطرفين. إثبات العدالة والحياد التام، تثبت بالدليل القطعي للأطراف الأخرى بشكل أو بآخر إن أنت عادل ومحايد ولا تحابي طرف على حساب طرف آخر. أيضا المعرفة والخبرة بعمليات التفاوض والنزاعات، اللي هي التفاوض، المعرفة والخبرة بالعمليات التفاوض والنزاعات. لازم يبقى عندك خبرة. أنا وأنا هيطلبوني وسيط في شغلة أنا ما أفهم فيها، لا لازم أنا أتدخل في الشيء اللي أنا بفهم فيه. أيضا القدرة على تحليل المواقف، إن أنا يكون قادر على إن أنا أحلل المواقف بطريقة جيدة عشان أعرف أستفيد منها. أيضا الثقة بالنفس والقدرة على فرض الاحترام، الثقة بالنفس والقدرة على فرض الاحترام. أيضا القدرة على التأثير والإقناع، الثقة بالنفس مهمة جدا لدى الوسيط، ولازم القدرة على التأثير والإقناع أيضا. طب تاني حاجة التحكيم، إيه مفهوم التحكيم؟ مفهوم التحكيم إحنا زي ما قلنا قبل كده في المحاضرة التاسعة، هو أحد أشكال صور فض النزاع اللي بيلجأ ليها الأطراف لفض النزاع أثناء عملية التفاوض. ما عرفناش، دخلنا وسيط ما نفعش، استشرنا ناس ما نفعش، آخر ما بنغلب بنروح لمين؟ نروح لمحكم، أو لو في قضايا تانية يبقى للقاضي. هذا القاضي بيسمع المشكلة ويصدر حكم، مش دوره تقريب وجهات النظر، لا ده انت جاييني في مسألة ستأخذ فيها حكم نهائي، صح خطأ، يعجبك ما يعجبكش، هذا الأمر لا يعني المحكم أو لا يعني القاضي. طبعا ميزة التحكيم انه بيتميز بالسرعة وقلة التكاليف، لأنك رايح لشخص ما بياخدش ويدي في الكلام، ولا يعني هو فقط يسمع ويصدر حكم في حضور الطرفين، كل منهم يقول ما عنده، ثم في النهاية يصدر حكم بين الطرفين لفض النزاع، ويعتبر شكل من الأشكال القانونية لفض الإيه؟ النزاع. طبعا يتميز بالسرعة وقلة التكاليف، ومن أمثلة ده جهات التحكيم الإيه؟ الدولية، والمحكمة الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، دي أشياء إيه؟ مهمة كلها كده. إيه أهمية دور المحكم؟ المحكم ليه دور مهم جدا، يتمثل في دور في حسم النزاع وليس قيادة النقاش أو تقديم الاقتراحات للمتفاوضين، هو بيحسم. فالمحكم هو الذي يحدد شروط التعاقد النهائي ونصوصه، وعليه تقع مسؤولية البحث عن الإيه؟ الحقائق. عادة ما يطلب الطرف الأضعف في التفاوض التحكيم. مين اللي بيطلب التفاوض؟ الطرف الضعيف اللي مش عارف في إيه يخلص، او مش ما عندوش من القوة ان هو ياخد حقه، فبيروح يقول انا هروح للمحكم هو اللي يحكم لي فيه، فاللي بيلجأ ليه الطرف الضعيف، واستخدام قوته النسبية في اهدار مصالح الطرف الايه الاخر. ايضا للمحكم ان يلجأ لكافة الوسائل وتجميع كافة الادلة والمستندات، زي لذلك القاضي احيانا يؤجل الحكم. ليه؟ يقولك هاتولي فلان، او هاتولي الاوراق الفلانية، او هاتولي كذا، او هاتولي كذا، لازم كل الأدلة تبقى تحت إيده عشان يبقى ضميره مستريح وهو بيحكم بين الطرفين، إنه سمع لكل الأطراف وقرأ كل الأوراق، ولما بيحكم بيحكم بطريقة صحيحة. طب نيجي للتحكيم في الأعمال الدولية، ودي مسألة مهمة. يعني التحكيم كل اللي أنا بحكي عليه من قبل قليل هو كله بنتكلم على أمور بين المنظمات أو بين أطراف متنازعة داخليا. طب هل بنحتاج للتحكيم بين الدول؟ نعم بنحتاج للتحكيم بين الدول في الخلافات السياسية بين الدول، عادة بيدخل فيها الأمم المتحدة، بتدخل فيها منظمات دولية تحل هذه الايه المشكلة بين الدول بعضها بعض. وحتى المعاملات الاقتصادية بين الشركات
المالتي ناشونال او الشركات اللي هي العالميه، بيبقى بينها مصالح، بين المصالح بين الطرفين وبعضهم البعض، ومنها ان انا بصل الى هذه الايه النتيجه، ان هو ممكن تدخل مثلا بنك دولي يحكم، او مؤسسه دوليه تحكم بين الطرفين، خاصه فيما يتعلق مثلا بانحرافات حول المواصفات او مواعيد التسليم او طرق السداد. اخر حاجه بنتكلم فيها النهارده هي موضوع المساومه، وهي مفهوم المساومه بين الطرفين. المساومه بعض الناس بتستخدم كلمه المساومه بديلا للتفاوض، لا، ده طبعا استخدام غير دقيق. المساومه ليست بديلا للتفاوض، وهنقول ليه الان الفرق بين التفاوض وبين المساومه. التفاوض يتشابه مع المساومه الى حد، ميل البعض انه بيستخدم اللفظين في، لكن في فرق بين الايه الطرفين. زي ايه؟ مثلا التفاوض في حالة موازين القوة، في التفاوض بتبقى الموازين القوة متكافئة، لكن في حالة المساومة بتبقى غير متكافئة، في طرف يبقى أقوى من طرف الآخر، يساوم الطرف الآخر لإجباره على حل معين. أيضا من حيث طبيعة العلاقة بين الطرفين، لأن في التفاوض طبيعة قائمة على الأخذ والعطاء، وأنا بتفاوض باخد وبدي معاك في الكلام، أخذ وأعطي. إنما المساومة شخص بيملي على شخص شيء، انا بساومك ان انت تبيع كذا، بجبرك انك تبيع كذا، فانا بتساوم اساسا، الاخذ اساسها الاخذ فقط، ان الطرف عايز ياخد من الطرف الايه الاخر. الفرق بين الاستراتيجية والمساومة مسألة مهمة جدا ايضا، ان المساومة قائمة على مهارات للتفاوض بين الافراد وبعضهم البعض. وفي عندنا حاجة مهمة اسمها نظرية المباريات في الاستراتيجيات، هي قائمة على حاجتين: مباريات المجموع الثابت او مباريات المجموع المتغير. لو عندي خصمين، لو انا حاطط استراتيجية في نظرية المباريات ديت المجموع الثابت، ان كل خسارة لدى طرف تعني تحقيق مكسب للطرف الاخر بنفس القيمة ونفس الحجم كامل. يعني اذا طرف خسر مليون، يبقى الطرف الثاني هيكسب المليون. لذلك دي بنسميها نظرية مباريات المجموع الثابت، لما يبقى فيه طرفي صراع مطلق بين طرفين، والصراع محتدم، خسارة هذا الشخص تعني مكسب هذا الشخص وما إلى ذلك. لذلك لو جمعت القيمتين مع بعض جبريا يديني صفر، لذلك بنسميها المجموع الجبري للمكاسب وخسارة الطرفين تساوي صفر، يعني هنا مليون وهنا مليون. وبالتالي ننتهي الى الصفر، ان انت لو مجموع بينهم وبين بعض، لو جمعتهم المحصلة صفر بين الاثنين. كما يمكن ضمن ذات السياق الاشارة الى النوع الثاني المتمثل في مباريات المجموع الايه المتغير. هنا الوضع مختلف شوية، ان مباريات التعاون تكون المرتكزة على ذلك النوع الذي يجمع ما بين المنفعة المشتركة والصراع، بحيث يمكن للطرفين التعاون حينا والتنافس حينا آخر. أنا أكسب شوية وأنت تكسب شوية، أنا أخسر مقابل أن أنت تكسب، أو أخسر مؤقتا مقابل أن أنت تكسب مؤقتا، فيكسب الاثنان لكنهما يتساومان على توزيع كسبهما. يعني كلا الطرفين ما بيخسرش كامل ولا يكسب كامل، لكن بيوصلوا لمرحلة المساومة بين الطرفين وتوزيع كسبهما مع بعضهما البعض، علما أن هذا النوع هو الأكثر واقعية. يعني مباريات المجموع الثابت ديت نادرة، موجودة لكن نادرة، لكن مباريات المجموع المتغير، إن يبقى شوية عندك وشوية عند الطرف الآخر، هي الأكثر واقعية وجدوى في الحياة العملية. المساومة بتكون على الميزانية التقديرية لإدارات الإيه المنظمة. إن الأسلوب اللي بتقدمه نظرية المبادرات يمكن استخدامه سواء في حالات المنفعة المشتركة أو حالات الصراع. لو في حالات منفعة مشتركة أو حالات صراع بنستخدمه، لكن لو صراع مطلق، غالبا الصراع المطلق ده بنذهب فيه إلى نظرية المباريات المجموع الثابت. وبكده نبقى أنهينا المحاضرة العشرة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرات المتبقية لديكم في إدارة التعاقد والتفاوض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.